السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دورات تعلم Express.js. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتكلم عن كيفية ربط قاعدة بيانات MongoDB بالتطبيق الخاص بنا وتنفيذ مختلف الاستعلامات التي تتم عليها من إضافة أو قراءة حذف تعديل للبيانات. أولا أفترض أنك قمت بتسطيب MongoDB على جهازك، أما إذا لم تكن MongoDB مسطب على جهازك يمكنك الذهاب إلى دورة تعلم المونجو دي بي موجودة على القناة. اذهب إلى الدرس الثاني وتابع هذا الشرح لتسطيب المونجو دي بي سواء على لينكس أو ويندوز. أيضا سأقوم باستخدام برنامج اسمه روبو 3T. هذا الروبو 3T أو البرنامج عبارة عن جيو آي للمونجو دي بي، يعني عوضا عن أن أقوم باستخدام المونجو دي بي من الشل أو من التيرمينال، أقوم باستعمال برنامج فقط لتسهيل الأمور لأكثر. إذا نذهب إلى Guide ثم Database Integration، وهنا هذه هي القواعد البيانات التي يمكن أن نقوم باستخدامها، مثلا المونجو دي بي. ثم نذهب إلى موديول المونجو دي بي، وهنا سوف تجدون documentation لكيفية استخدام هذا الموديول. إذا في تطبيقنا سنحتاج إلى هذه الموديولز، لدينا npm install mongodb، طبعا هي عبارة عن إصدارات. هناك الإصدار الثالث والإصدار الثاني. نحن سوف نستخدم الإصدار 2.2 وهناك الإصدار 3.2. إذا لدينا هنا في الفيوز في الindex.pack لدينا هنا عبارة عن فورم بسيط، نقوم بتشغيل السيرفر نضمن بهذا الشكل. إذا كما تلاحظون هذا هو الفيو الخاص بنا بصفحة الاندكس، عبارة عن فورم بسيط. هذا الفورم يحتوي على حقلين، الحقل الأول لإدخال اسم صاحب مثلا المقالة، وهنا المقالة، وهنا لدينا زر سند بسيط. إذا هنا نحتاج الكتابة بهذا الشكل لكي نقوم بتسطيب هذا الإصدار. أنا قمت بتسطيبها. أيضا نحتاج إلى تسطيب البودي بارسر بهذا الشكل، ده تسطيب هذا البودي بارسر أو هذا الميدلوير يسمح لنا بأن نقوم بالحصول على البيانات التي نقوم بإدخالها هنا في الحقول عندما نقوم بعمل سند. من دون هذا البودي بارسر لا نستطيع الحصول على هذه المعلومات الموجودة هنا داخل هذه الحقول. إذا نعمل require للبودي بارسر. لدينا أيضا موديول آخر اسمه الأسرت، هذا الموديول موجود في Node.js يعني لا يحتاج إلى تسطيبه، فقط نعمل له require. هذا الموديول يسمح لنا بعمل تيستين للكود الخاص بنا، يعني التأكد تيستين. نقوم بالتجربة. طبعا في هذا الكود هنا دائما نقوم باستخدام assert dot equal، لذلك سوف أقوم بشرح assert dot equal. ندخل على النود، نقوم بإنشاء variable مثلا باسم assert ونعمل require للassert بهذا الشكل. لدينا مثلا variable متغير أول 10، لدينا variable ثاني 10، ولدينا variable ثالث c مثلا 5.
نعمل assert dot equal. equal يقوم بالمقارنة، نقوم هنا بإدخال الفاريبل الأول وهنا الفاريبل الثاني، وهنا نقوم بكتابة المسج الذي يظهر في حالة وجود error. هنا يقوم المقارنة بهذا الشكل equal equal، أي أنه يقوم فقط بالمقارنة بمقارنة القيمة وليس النوع، القيمة فقط. إذا هنا لن يقوم بإرجاع لي أي خطأ، كما تلاحظون لم يتم طباعة لي هذه الرسالة الموجودة هنا. الآن لنجرب بهذا الشكل، كما تلاحظون الآن تم طباعة لي الرسالة التي قمت بكتابتها هنا، أي هنالك ايرور في هذا الشكل. هذه الايكوال بكل بساطة. أيضا عند التعامل مع قواعد بيانات من نوع مونجو دي بي يجب أن نتأكد دائما من أن السيرفر يشتغل مونجو بهذا الشكل. السيرفر شغال افتراضيا على هذا البورت، إذا نعمل أيضا require للمونجو دي بي، وطبعا في البودي بارسر لا ننسى استخدام app.use، هذا الكود موجود هنا لكي يتم استخدام البودي بارسر. هنا لدينا هذا اليو ار ال، هذا اليو ار ال يعني دائما ثابت، فقط الذي يتغير هو اسم قاعدة البيانات. هذا هو اسم قاعدة البيانات كيوت. إذا لدينا app.post لهذا الرابط. إذا هنا عندما نقوم بملء البيانات ونضغط على send يتم عمل لنا post لهذا الرابط cut، أي على هذا الروت الموجود هنا. إذا سيتم تنفيذ هذا الكود الموجود هنا. هنا لدينا item، على ماذا يحتوي؟ يحتوي على البيانات الموجودة هنا الأوثر والكيوت. كيف نحصل عليهم؟ فقط request.body.name، من أين حصلت على النيم؟ موجود هنا، هذا هو النيم، وفي الحقل الثاني النيم اسمه كيوت بهذا الشكل request.body.cute. بعد ذلك نحتاج إلى عمل connection. لدينا مونجو، هذا الموديول هنا مونجو يحتوي على دالة connect، نقوم بتمرير ال URL لكي يتم عمل connect على هذه الداتابيز. بعد ذلك لدينا callback function تحتوي على الايرور وتحتوي على الداتابيز التي تم عمل عليها connection او تم الاتصال عليها. هنا لدينا assert.equal null وerror، هنا نتأكد من أن الerror قيمته null، أي هنا نقوم بالتأكد من عدم وجود الerror. إذا في هذا عدم وجود error، لدينا هنا database.collection، هنا نقوم بإنشاء collection. الcollection يقابل في MySQL اليوزر، عفوا يقابل الجدول التابلز. إذا في الداتابيس نقوم بإنشاء collection أو tables باسم بهذا الاسم، ثم نعمل هنا insert one، أي نقوم بالإضافة insert one. هنا نقوم بإضافة هذه البيانات الموجودة في هذا المتغير item، وهذه insert item insert one أيضا لديها callback function تحتوي على الإيرور وعلى الريزولت. إذا هنا نتأكد من جديد من أن الايرور قيمته null، أي لا يوجد ايرور. ثم لدينا هنا console.log item inserted، وبعد ذلك نحتاج إلى عمل close لل database أو connection، وفي الأخير نقوم بعمل response.redirect، نقوم بإعادة التوجيه إلى الصفحة الرئيسية. إذا سيرفر المونجو شغال، نقوم بتشغيل نود مون.
إذن هنا مثلا algorithm بهذا الشكل، وهنا مثلا to be or not to be، ونعمل send. تم عمل redirect للصفحة الرئيسية. لو جئنا على الكونسول نلاحظ هنا item inserted. لكي نقوم بالتأكد من ذلك نذهب إلى هذا البرنامج، نعمل connect create، هنا نسميها ما نشاء مثلا express mongodb، هنا localhost وهذا البورت الافتراضي save، ونعمل connect. لدينا هنا قاعدة بيانات qt، ثم هنا الكولكشنز، نلاحظ جدول qt data الموجود هنا تماما، ندخل عليه. هذه قمت بعملها من قبل. إذا هذه هي، لدينا algorithm to be or not to be، ويمكننا حذفه drop collection، ونعيد من جديد algorithm to be or not to be send. هنا نعمل refresh، لدينا one connection، ولدينا هنا هذا الدوكيمنت algorithm to be or not to be. إذن بهذه الطريقة نقوم باستخدام المونجو دي بي مع الإكسبرس. الآن مثلا نريد أن نقوم بعرض هذه البيانات الموجودة في قاعدة البيانات. إذن هنا لدينا app.get على هذا المسار، عندما أقوم بعمل get على هذا الروت، لدينا هنا أيضا نقوم بعمل connection من جديد ال URL لكي يتم ربطها مع هذه الداتابيز الموجودة هنا qt. هنا أيضا لدينا assert.equal، نقوم بالتأكد من أنه لا يوجد أي error. هنا نقوم بعمل const data equal to database.collection. إذا هنا نقوم بإنشاء متغير باسم data والذي سوف يحتوي على البيانات التي نقوم بجلبها من هنا. إذا في الكولكشن الذي يحمل هذا الاسم نقوم بعمل find، كما تلاحظون هنا عندما يتم عمل find تم إرجاع لجميع الدوكيمنتس الموجودة. بعد ذلك to array لكي نقوم ب، يعني لو لدينا أكثر من document هنا لنفرض على سبيل المثال 2 أو 3، سيتم عرضهم داخل array، أي أن الأري ستحتوي جميع هذه البيانات. وهذه الدالة تقبل الدالة بداخلها تحتوي على الايرور وعلى الدوكس. الدوكس هي النتائج او الدوكيمنت، اي البيانات الموجودة هنا. هنا نقوم بالتأكد من انه لا يوجد اي ايرور. بعد ذلك هنا نقوم بعمل console.log، وهنا response.send نقوم بارسال هذه البيانات التي تم جلبها من قاعدة البيانات، ونعرضها على المتصفح، وهنا نقوم بعمل close للconnection. إذا هنا لو ذهبت إلى qt بهذا الشكل، كما نلاحظ لدينا هنا array وتحتوي على البيانات الموجودة في قاعدة البيانات. نقوم بإضافة مثلا بهذا الشكل send، بعد ذلك هنا qt، كما تلاحظون تم عرض لي البيانات الموجودة هنا. هنا نعمل refresh، كما نلاحظ هذه الدوكيمنت الأولى وهذه الدوكيمنت الثانية أو البيانات. إذا كما رأينا بهذه الطريقة نستطيع استخدام المونجو دي بي مع الإكسبرس جي اس في تطبيقنا أو مشاريعنا. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة، عفوا هذا الفيديو. نلتقي بشرح جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.